السلام عليكم مستمعينا الكرام على إذاعة اف ام هواها كرنج خليجي. مستمعينا الأحباء من جميع دول الخليج، نواف يقول سالم يغلط علي وحب أقول لك يا خواف قافيتك صعبة يا أخوي. المهم عدسات لنسمي لو سمحتوا، ترى عادي تسوون أشبغة. كم مرة أقول لكم وإحنا نسوي مسابقة عليها، صدقوني راح يصير سولد أوت. عدسات لنسمي، اسمعوا كلامي، سووا أشمغة لنسمي كذا، أنشغة لنسمي للمستلزمات الرجالية، عرفتوا؟ وصدقوني راح يصير سولد أوت. عيال الديرة ما راح يوفرون، راح يشترونك كلها، ما راح يبقون قطعة واحدة، صدقوني. إيش رأيكم نسويكم مسابقة للبنات نوديهم كوريا؟ الله أكبر، روحنا مالنا رب والله العظيم. دائما إخوان، دائما إحنا العيال مظلومين في المجتمع. ليش؟ لأن إحنا دائما الإناث لهم الأحقيات الأولى، إحنا ما لنا شيء، ما عندنا شيء، إحنا مساكين، إحنا خلاص إحنا على باب الله خلاص والله العظيم. تبون الصدق عيال؟ أشوف والله ودي أفرفر في جدة يا ربي. تعالوا أبيكم يا ربي. علاوي ارحب. تعالوا أبيكم الحين، اللي ما تستحون على وجهكم الحين، اللي ما فيكم ذرة رحمة، انتوا شلون عندكم قلوب؟ اتابعوني عشان الجوالات، انا اتابعوني عشان الجوالات يا الربع. انا ايش قصرت معكم فيه؟ انا لازم اتفاهم معكم، انا بخليكم تتفشلون من انفسكم. اصبر علي، اصبروا بخليكم تتفشلون. اصبر دقيقة اصبروا دي. هذه اخرتها منكم، اتابعوني عشان كم ايفون؟ اذا الفلوس تهمكم، الايفونات تهمكم، فهي تهمني بعد. يلا خذ لك سلطان. جا دقيقه سلطان، تعال تعال قس، تعال يا خواف، تعال يا سلطان، ليش تخاف مني؟ تعال سلطان، ارسل وردة، تعال عند دادي اللي يحبك ويهتم فيك ويشربك ستاربكس، تعال. واذا مره جوعان ياكلك بعد سندوشت. وانا دقيقه، يلا رجال دي، انا بدخل سناب اشوف ايش بيقول. دقيقه اصلا انا بضحك دقيقه، ترى يخاف يا الربع. غير الصورة، هيا خذ لك تصاميم 2005 اس اي يا لب قلبك. ليش غيرت الصورة يا اخي؟ ارجع الصورة قليك، انت واقف كذا بس باين في جسمك، بس وجهك مو باين الحمد لله. وانا ما دقيقة اسمع، حسين ارسل لي دي دقيقة اس اي دقيقة. الو علق سناب. الو حسين قاعد ابث. والله شيء ما خصك. والله من جد وين قاعد تبث؟ ما يطلع لي. عند ستاربكس. لا ما يطلع لي بالجوال، انك قاعد تبث. ما طلع لك اشعار انك قاعد ابث؟ والله ما طلع لي اشعار وما انت موجود انك في البث. لعنة الله على ذا الشركة، استغفر قصدي عند التيك توك. ليكم بلكني انت. والله انا حسب ترى صار ابلك الايام ذي. يلا حط صورة عمار. سلطان وينك؟ انقلع والله ما ادخل. ادخل يا خواف، ادخل رجال، ادخل واجهني من رجل لرجل، ادخل لانك رجال، ادخل. هو قدر يبطل في سروالي كله وين ابوه. تبون تعرفون وضع سلطان ايش؟ الحين وضع سلطان، اوريكم وضع سلطان، كذا وضع سلطان الحين لما اقول له ادخل قست، الحين اوريكم اياه. اصوصو ذي دقيقه. سلطان دقيقه ايش؟ خلنا نطفي الموسيقى، خلاص موسيقى حزينة ببكي أنا. وضع سلطان الربع دي، خلاص عشان والله وين هاي. أقول اطلع بسرعة، إحنا عند الباب. اطلع قس، ذبحنا الحر يا ولد، ذبحنا الحر، بسرعة اطلع. ما خليني
آخ قتلني يا رب. أحس ماسك الجوال كذا ربع. ما أقدر ما أقدر. المهم عيال دقيقة أصبر عيال أصبر دقيقة. والله العظيم الخطة كالتالي يا ربع. أسمع حسيت وهقت. بسوي لهم سحب على ايفونات 15 برو 125 جيجا. تخيل طلع فجأة كذا عرفتوا؟ سبحان الله المحبة نزلت عليهم. والله نتابعك والله نكبس لك. كان ما حد يكبس. تكبيس كنتوا تذلون عليه. تقولون والله ما احنا مكبسين، كل واحدة شايفة نفسها ما ذيك الواحد شايف نفسه. والحين تبون ايفونات؟ هذا وجهي ها، أصلا الوالدة تخطط عليها. ترمون أقول لكم شيء. الوالدة تقول لي بسوي حسابي نايف وهمي وأبيك تختار حسابي. عرفت؟ قلت يا أمي من فين أدور حسابي؟ كل الناس بتشارك، حتى جماهير الناس الثانية بيشاركون عندنا. وش بسوي ما أدري والله العظيم. دقيقة أصبروا دقيقة. الكومنتات ليش يا ربع؟ أي تمام. دقيقة أصبروا دقيقة. خلكم معي. سطاة تعال بس قول كلمة تعال بس قول كلمة تعال. ليش تخاف مني؟ الله يا رب تذكرونها. أنا إلا المذلة عندي، أنا لا أعطي أحد هدية، ما أحب أذلة يا الربع نهائيا. شوف يا الربع، شوف يا أبو سعد، شوف يا سلطان، تخلوا نعطي واحد من الشباب كرتين الربع، هذه يده وهذه ساعتي يا الربع عرفتوا. بس أنا ما أحب أذلة يا إخوان، بس حطها خلفية جوال يعني، عشان كل ما أشوف الهدية أتذكرها أن أنا هديت شخص يعني عرفتوا. موضوع عيزي يعني. بعدين الله لا يوفق العدو، فضحتوني مع في عبده، فضحتوني يا الربع. كل الناس تتكلم، كل ايش ذا الوردة المخمجة ذي؟ كل الناس فضحتني بسناب بالتيك توك. الوالدة تدق علي، الخالة تدق علي، عماني يدقون علي، عيال عمي يدقون علي عشان بيسوون عروس. يحسبوني واسطة بتكلم معها بقول لها السلام عليكم في عبدو، بالله نبيك تحين فرح واحد من عيال عمي. ما تجي يا الربع، ما تجي يا الربع والله العظيم اقسم بالله. بس تبون الصدق يا عيال يا اخي، في قهوة عندنا في الرياض في جدة يا اخي، اشوف الناس عليها زحمة. يا اسأل يا حبيبي بنجيبها لزواجك خلاص والله العظيم خلاص. اسأل واسطة عرفت؟ اسأل هذه اخرتها قطو. دقيقة اصبروا دقيقة، الجوال احتر. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. وش رايكم من ربع ناخذ فيكم فرب جدة، نفرفر جدة عصرية كذا، نفرفر بالسيارة الربع، ايش رايكم؟ ولا نخليها نسولف زي كذا؟ انا صراحة والله ماني بالعكم ولا انتم بالعين ولا بشوف خلقكم ولا بيكم تشوفون خلقي. الصدق عاد انا لابس بلوفر يا الربع في جدة، الجو جوا يا الربع شواية حراك، يبي لي انا احط مكيفات جوا يا الربع حر. لابس بلوفر، تعرفون المصيبة شايل ملابس ايش؟ والله العظيم شوف الملابس اللي شايلها، ثوب سروال الفنانة الداخلية، والشنطة الله اللي يوريكم لا تشوفون ايش في هناك. والله شيء فشل. انا سيارتي دروب ملابس، والله العظيم دروب ملابس. ها افرفر فيكم يا الربع. بس تعرفون الصدق دي بوريكم شيء، بوريكم شيء يا الربع. دقيقة اصبروا. امشي اللف 41، متى دخلت 41؟ اي المخنز تدعمك تبار والناس نايمة. طيب انا اوريك شلون ما شاء الله تبارك الله. سيارة اتذكر كان قبل فترة كم 37 مذي 36 اثاريك تدعم لي. هاي يا كسر هاي. اي المخنس. دقيقة تعال دقيقة اصبر لا خلاص بكنسل. والله متى صدمتني صراحة. المهم المتابعين، الايفونات في البيت والسحب راح يكون برنامج جاكو، واحد من الايفونات راح تنهط الوالدة من الحين. اقول شو يا ربع تبون تضحكون صح؟ دقيقة صور الحين. شوف تبون اضحك. اصبر دقيقة. الجنة تحت رجولها. حتى حساب الوهمي فضحته يا الربع، حتى حساب الوهمي فضح. اصبر دقيقة. يا رب دقيقة الوالدة اصبر. ايش دعوة يا امي؟ كنت صاحي العصر كلهم تاكلين مكسرات وشاهي.
دقيقة اصبر ما ردت عليه. شوف اقول لكم شيء اخوان دقيقة اصبر دقيقة ربع دقيقة اصبر قول لا اله الا الله دقيقة دقيقة الله يا ناس هذا فضحني هذا ما حد يحط عنده كومنت ما حد يعلق عنده هذا كومنت قدو قزح السوري الربع لا حول لا حول يا ربي انا متعامل مع اخويا فضيحه يا الربع انا متعامل مع ناس لو حط عندهم كومنت نزلوا اكسبلور يا الربع الناس كلها شافتني هذا ليش نزلني ستوري منصور يا الربع منصور حطيت عنده كومنت كل يوم ما عنده فعاليات بالكويت غير يروح المول حقهم هذاك ما ادري ايش اسمه الافنيوز ما في لا حياة لا شغل ولا مشغلة في الافنيوز وين تعشيت بالافنيوز وين تغديت بالافنيوز وين قضيت بالافنيوز وين رحت الحمام بالافنيوز وين صورت بالافنيوز وش سويت بالافنيوز كل افنيوز 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 حطيت عندي كومنت وضحني يا علي والله العظيم هذا ما يدس الفسوة استغفر الله دقيقة اعذروني يا رب اسف بس هذا مثل عندنا والله العظيم دقيقة الحين ايش فضحتني بالستوري؟ ايش خليت الناس تشوف الكومنت حقي؟ تبين اقاضيك؟ اقاضيك الحين اسحب منك فلوس؟ طب صدق هو بيقاضيني اكون معاكم صادق يعني والله العظيم هذا ما يستحي على وجه هذا هذا عيب هذا ما يستحي على وجه السلام عليكم يا مرحبا وين ترسل لي؟ وين ارسلت لي؟ ما وصلت ما وصلت سناب تيك توك تيك توك ولا وين؟ ما وصلتني يا رجل والله العظيم يا مرحبا شلونك؟ يا ولد انا ما شفتك تناظرني قلت لا يكون هذا ماسك علي ولا شيء توتر؟ ما اسمعك قرب قرب يا الربع دقي يا مرحبا السلام عليكم اخبارك يا شيخ علومك تمام انت انا ما شفتك تمشي من قدام قاعد تناط قلت يا الربع شكل اليوم في واحد ماسك علي انا توترت لا والله مرت هنا قبل شوي طايق هو ولا ما قلت انا افتح شلون عرفت المكان يا شيخ ما شاء الله تبارك الله لو تطلعون انتم لو اني يا الربع ابث بجر تحت لا انا لازم امشي يا رب بقلبك ما عرفتنا عليك يا شيخ والله هو نعم معك نافس السيد يا حبيبي مالك زون تقهويت ولا نقهويك تقهويت الحمد لله مو صبحنا نتقهوى انا خفقان بالقلب انا والله شكلها شوف مليان خفقان بالقلب ما انصح انا قلت ترى دقيت بردبول قهوه اقسم بالله جالس تتنافض قلت لك خفقان من الصباح مداومين كنت مداوم دوام ما شاء الله احنا دوامنا الحين لا يا ولد لا يجيني باند اسكت يجي باند يا ولد لا تسكر حساباتنا يا ولد دوامنا هنا يا لب قلبك يا شيخ والله طيبين يسألوا عنك والله بخير الله يجعله دوام ان شاء الله يا لب قلبك جعله بالعافيه جعله بالعافيه والله والله قدم الشباب عازمين وانا توي جاي جده الله يبيض وجهك الله يسلمك يا رب ان شاء الله بعد تزورنا بالرياض هناك ان شاء الله تزورنا بالرياض الرياض ترى قريبة ترى عادي الشتاء تعال شتوية هناك ما شاء الله تبارك الله يا حبيبي الرياض عادي بدور له هناك والله تعال تنور والله والله عادي بدور له يا مرحبا والله ما شاء الله تبارك الله يسعدك يا رب خذ راحتك يا شيخ لا اشدعم لا والله سلامتك ما شاء الله يا حبيبي الله يسعدك يا رب ما شاء الله يا رب انا اخر شيء ما عاد ادري وش افتح سالفه ما غير سبحان الله انقاذ تعرفون انقاذ بالسوالف ايش تعالوا الرياض تنورون الرياض تعالوا قدني ادعيهم على الموسم عرفتوا ما عاد ادري وش اقول ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ابد الرياض ان شاء الله كل ما توهكت بالسوالف قلت الرياض والله العظيم دقيقه اصبر تصدقون في عيال ما يعرفون بثي هذا تصدقون يا ربي يحسبوني من جد عمار كوفي تخيلوا متابعين عمار كوفي راقين عرفتوا كذا الربع انسان هادي فجاه يدخلون اللايف عنده عرفتوا فما ينفع ما يجي والله العظيم خلينا نشوف وليد ايش مرسل لي
وريت كاتب لي اغرب قصه دخلت احلام العصر ولا ولا والله عارف ولا انا دقيقه انا ايش قلت؟ لا انا بدت عليه ملاحظات بدت عليه ملاحظات يا طبيعي والله العظيم يا اخوان يا اخي بسالكم سؤال والله العظيم انتوا شو تعرفون بحفلات عبد المجيد عبد الله هذه؟ انتوا معاكم جروب واتساب انتم مسوين جروب حق التذاكر الحفلات انتوا شلون تدرون انه قاعد يسوي حفله انتم؟ شلون تروحون شلون تحضرون؟ شلون تجيكم الخبر انتم؟ صدقوني انهم مسوين جروب واتساب ولا ما اعرف شيء؟ ها خذوها مني جروب واتساب والله العظيم وبعدين تروحون الحفله انا عندي سؤال تروحون الحفله لابسين الغطوه هذا عرفتوا ذا الحجاب ولا جت عليكم الكاميرا قمتوا تتغطون والناس اللي جالسين بالحفله قاعدين يشوفونكم ولا سبحان الله ما يجي الستر الا قدام الكاميرا شلون انا بعرف ومسامح شافتك ومسامح شاف وانتم هم متغطين شلون شلون وش بالمنطق يعني القبيله طيب الحين استحيت من القبيله وما استحيت في الحفل كيفهم وش اللي بكيفهم انا والله العظيم اقسم بالله لو يعطوني بس شغله الكاميرا بالحفلات عرفتوا الكم بس يعطونا الكاميرا وهذا اللي يطير والله ما اخلي وحده يا الربع ما اصورها اوريكم ان الله حق كذا ادخل الكاميرا في وجهها كذا كذا عرفتوا كذا الكاميرا بوجهها اخليها ما تتهنى بالحفله والله العظيم كذا اسوي لهم تحديد الكل بين الكراسي كذا انا اوريكم والله العظيم امنيتي بس يعطوني بس الكاميرا حقت الحفلات بس الكاميرا حقت الحفلات والله العظيم ما اخلي وحده ما اصورها اقسم بالله العظيم اخليها ما تشوف شيء اسمه عبد المجيد عبد الله كذا كلها بالكاميرا كلها دخل الكاميرا في وجهها في خشمه دخل الكاميرا والله العظيم بس ودي 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 بس اصبروا والله العظيم باذن الله انا راح اتقدم بهالوظيفه رايحين الحفل تستحون طيب ما استحيتوا بالناس في الحفل شلون دقيقه اصبر خلنا نشوف هذا اسمها الكوبرا بنشوف ليش سمت الكوبرا وليش هي سامه كذا بنشوف اصبر دقيقه وينها الكوبرا رفضتني يا الربع شكلها ما تقبل زواحف زي السلام عليكم شكم السلام يا غالي اخبارك اخت الكوبرا اي اخت من الاخه الكوبرا الكوبرا هي تستس انت تستس يس وافتخر يعني زاحفة اي زاحفة واحيانا نطير يا لبا انت كوبرا ولا ايش بالضبط حددي كوبرا خضرة بعد الكوبرا خضرة بعد حبة زرزومية ليش سميت نفسك الكوبرا وش السبب لاني احس نفسي عندي مواصفة الكوبرا زاحفة زاحفة تلدغ سامة كفو عليك ايه بالضبط يا كوبرا انت طيب الكوبرا قد واجهت كوبرات زيك ولا بس انت يعني والله نعم واجهت كثير كوبرات زيي وانت تصنفين نفسك من اي انواع الكوبرا من الكوبرا اللطيفة متأكدة هي دائما الكوبرا الربع تجيكم لطيفة لكن من وراها يعلم الله يعلم الله وش والله العظيم لطيفة بس أول مرة بحياتي أشوف كوبرا كذا انت شيك كذا كشخة لابسة والله أنت أكشخ يا عايشك أنتوا عندكم ما شاء الله يعني ما شاء الله كوبرا وكشخة جديدة هذه طيب كم علاقة كذا خربتي هذا الأسبوع والله كثير علاقات الحقيقة لكثير كثير لخير في تحقيق حقه ونحن نعوج على السعدي ما شاء الله تبارك الله يعني بروفيشنال تخرب علاقات بروفيشنال اختصاصي طيب لو قلت لك في علاقة بك تخربينها ممكن تقدرين؟ أكيد في ثانية والله العظيم ورحمة دالندا طيب أنا في صداقة بيني أنا وشخص لو سمحت بك تخربين وبيك تدمرين والدي ودينها شلون التواصل معك؟ عن طريق رقم الزواحف اتصل في على زحفة.com طريق رقم الزواحف طيب خلاص انا خفت ربع منها والله العظيم هي شكلها مو بس كوبرا شكلها ساحره لطف علي ساحره احسك ساحره والله لا لا والله ليه لاني ساحره لحد شيء والله انا ما ادري عنك والله انك تروعين طيب سؤال تفضل قال لي لك
ايش اللي وصلك لهالمرحلة انك تكونين واحدة من انواع الزواحف كوبرا يعني كذا؟ ليش صرتي كوبرا؟ والله هم الدنيا، والله هم الزمان. دائما يقول لك اي قصة وراها ماضي. اي عندي ماضي، عندي ماضي اسود انا. وش ماضيك اسود؟ استغفر ايه الله. مع الزواحف. مع الزواحف صديقاتك ما شاء الله. ايه صديقتي. وطلع ماضيها اسود يا ربي على ليبلا. الحمد لله انه ماضي نظيف، الحمد لله. الحمد لله يا ربي، اهم شيء انه ماضيك نظيف. الحمد لله، ما ترى ما في انظف من الماضي حقي. ايه نعرف نعرف. الحين كوبرا. نعم يا غالي. قاعدين تمارسين مهنتك ما شاء الله بالتيك توك الحين ولا متخصصة يعني ولا ايش يعني؟ من شنو دراسة؟ نقرأ حقوق أنا. أنت ما شاء الله متخرجة من حقوق تخريب العلاقات العامة وبمرتبة الزواحف بعد ما شاء الله. إيه والزواحف، أهم شيء الزواحف. طب إيش وجباتك اليومية؟ وجبتي اليومية؟ وش ياكلوا الزواحف؟ شو ياكلوا؟ والله ياكلون فيران، ياكلون زفت، ياكلون زي كذا يعني. هذاك هو، ذاك هو وجبتي اليومية. ما شاء الله تبارك الله. يعيش طيب ما شاء الله الكوبرا ما شاء الله يعني أول مرة في حياتي أشوف أفعى معها شعر. سبحان نعم. الله شفتها من أندر الزواحف أنا. ما شاء الله أنت متميزة بذاتك وبأخلاقك. أهم شيء عندي التميز. تمام. يلا عاد كوبرا تمرين توصيل. راح اتواصل معك على طريق زواحف دوت كوم وباذن الله راح تم مرحبا في اي وقت غالي. نتفق على الاسعار اوكي؟ ان شاء الله ان شاء الله. يلا في امان الله. في امل الله يا غالي، في امل الله. انا ما سجوني عالم موازي ابي اعرف. مره في عبده، مره هذا مسميها الكوبرا، مره في واحد اسمها ام عبد الله، الثاني اسمه سحر العيون، ليش انا اجوني قستات غريبه يا الربع؟ والله العظيم شيء صراحه يعني. خلنا نشوف، اصبر دقيقة. لا اله الا الله محمد رسول الله. وين التبات؟ خلنا نشوف. اوكي خلاص. من تبون؟ من تبون؟ قست. يلا بسم الله خلنا نشوف. اخبارك كريم؟ الحمد لله شفتني. ايش قاعد تاكل؟ قطو مغص. علق معلق؟ لا مو معلق يا ربع، هو يعلق في البدايه بس. ليش ما جيت دبي يا اخي؟ انا ما جيت دبي الا بدعوه صراحه، دعوه خاصه وطياره خاصه، اعذرني. صح ارسل لك دعوه وعادي يعني تدق علي نايف تعال دبي عاد اجيك الحين، ترى انا خفيف مو مشكله. صح جاي حرصد رقمك تدق عليك واقول لكم تعال. حراسات امنيه لو سمحت. حراسات امنيه؟ حاسب راح مبابي انت حراسات امنيه. انا تصير علي زحمه في المطار ترى كريم، مو زيك على فكره يعني. قط واحد بس، زحمه واحد. يلا كريم نلعب جوله كذا. ليش مسوي صوره عمار؟ ومخلوا فيني شيء كل ما يحكمون عليه حط صوره عمار، مره ناصر بير مره عمار، ما ادري ايش كلهم ملتحين. لا حفوز عليك وعقبك غير الصور. اتخسي تفوز علي. كريم وينك؟ هذه سيارتك؟ ما شاء الله ترى كلها جيب لكزز، يعني اي احد يقدر يشتريها يعني. اي واحد، انا ما اقدر اشتريها. انت تقدر تشتري فراري يا بابا. تعال شفت مرة معك سيارة فخمة كذا سبورت ومدري ايش حقت؟ ما شاء الله الشاوي. لا ما شاء الله تستاهل. قفاز بعد؟ بس سؤال كريم ابدو يا ربع القفاز يمشي اضربوا على القفاز اضربوا على القفاز. كريم ليش لابس دائما تلبس ثوب اسود؟ احب اللون الاسود مثل سواد عمالك. والله انا نفسي يا ربع الدبل عيال اغاني حماسيه، الدبل اغاني يمنيه بعد مو حماسيه. يلا لعيون اهل اليمن. عبدو تكفون يا عبد.
انت وين؟ في الرياض؟ انا في جدة. وجاي السعودية انا بعد يومين. وجاي عندك بالضبط. جدة؟ اه. تكفوني هالجدة، سكروا المطارات، سكروا المطارات، سكروا كل شيء. ما يمدي، ما يمدي. كريم اجل اجل. والله راح جي عندك. تعال انت لابس بلوفر، ترى الجو مرة بارد. جيب شتوي، كله شتوي. قول والله برد. برد، شوف انا ايش لابس. برد برد برد، تخيل. كذاب. اسمع، محرز وين؟ وين محرز؟ وين نلقاه؟ انت قاعد محرز؟ في ذمتك تحصل في، الله يستر لا يكون الحين هالجدة علموه على المعصوب وهذا، تحصل في نادي الاهلي. بس اسمع، في مباراة الحين قوية للهلال والنصر، لا يفوتك. متى؟ يوم 30/11. روح 30/11. كريم كيف الدوري الجزائري عندكم؟ كيف وش؟ الدوري الجزائري. الدوري الجزائري؟ قوي، اقوى دور بعد الدور، بعد الدور الانجليزي. صح صح. تدري المباراه الوحيده اللي كنت ببكي عليها تعرف ايش؟ كانت الجزائر والمانيا، تتذكر كاس العالم؟ قل والله كنت شوف. شفتها؟ قل والله انا كنت شوف. شفتها والله. تخيل يوم سجل عليكم ايش اسمه، جروتسكا هو اللي سجل عليكم، ما ادري اوزيل. اوزيل صح؟ جودز. ايوه منزل. يوك مباراة كانت يمكن احلى مباراة اشوفها لاي منتخب عربي. ومين سجل من الجزائر؟ من يسجل الجزائر؟ مين يا ربي؟ ما يعرف والله. يا اخي نسيته والله العظيم. طيب اعطيني لاعب جزائري ذاك الوقت، لاعب اعطيني اسم لاعب جزائري كنت تشوف ما دام شفته. كان يلعب نصيري سليماني. نصيري سليماني صح؟ من بعد الربع مين؟ من نصيري هذا؟ نصير هو جزائري الربع حق الميلان صح؟ ياسين ابراهيم صح؟ ياسين ابراهيم من بعد الربع. نسيت يا ربع، يا اخي نسيت التشكيله. بن ناصر ابراهيمي اتوقع. بن ناصر، بن ناصر مو صير، بن ناصر. بن ناصر هو اللي سجل 2014 لا تتذكر يا غبي انت. سجلوا ب لا كيف بعد الا بن ناصر الربع. بس تبي الصدق؟ والله ما على بالي. بس بس كانت الجزائر ذيك اللحظة، اوف. حتى في مرة محرز لاعب توقع ضيع فاول او شيء زي كذا. يا اخي ناسي والله العظيم. بس صدق انا اشوف كان وقتها المنتخب الجزائري كان اقوى منتخب عربي. يمكن تتابع يا اغبياء انتم. مرابط، مرابط مغربي يا الربع، ايش فيكم انتم؟ ما تعرفون تخبطون بالجزائر والمغرب. بنجاح، اي بنجاح كان يلعب، بنجاح اساسي ما شاء الله تبارك الله عليه. بس تبي الصدق يا كريم؟ الحين كيف المنتخب الجزائري؟ ما شاء الله حلو. في الحين في احتمال تاخذون كاس العالم؟ بتسوي مفاجاه زي مثل المغرب؟ احنا اخذها والله. اقول لك بس تبي الصدق؟ ما عمري بحياتي شفت منتخب مثل المغرب يا ولد. انا كنت معاهم بالجمهور جنبي واحد مغربي، يوم فازت المغرب على اسبانيا ركلات ترجيح بغى ياكلني. تخيل حلوج وانا اسوي نفسي مغربي. بغى يا رجل اقسم بالله العظيم بغى يرميني من فوق من الحماس والله العظيم. حضرت كاس العالم؟ لا ما حضرت. واه حرام عليك. نروح راح كاس العالم، راح كاس العالم 26 في ميامي في امريكا صح اتذكره. بس ما انا اشوف اقوى 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 نسخه كانت في قطر. قطر قطر قطر. تبي الصدق؟ شفت يوم فزنا على الارجنتين اقسم بالله لا تشوف الشوارع عندنا يا كريم مسكره. انا بكيت، تدري انا بكيت. بس من ذاك اليوم، من ذاك اليوم ما فزت. من ذاك اليوم انا رحت قطر، ويوم اللي حضرت كل السعوديه خسرنا. شفت مباراه المكسيك السعوديه؟ والله العظيم يا كريم انا بالجمهور المكسيك قاعد اصرخ سبوا اهل اهلي كل ما ادري. عرفت ذيك الكلمه اللي ما ادري ما ادري عرفتها؟ والمصيبه تعرف ايش؟ احنا متاهلين. يوم سجل سالم الدوسري الهدف الاخير تعادلنا، ما حد تاهل لا السعوديه ولا المكسيك، كلنا طلعنا زعلانين وانا طقطق. بس والله يا كريم كلهم ترى عصابات بغى يلعنون جدي. المكسيك عصابات بعدها حب. اسمع تعال شوف، تعال شوف كاس افريقيا ايش رايك؟ كاس افريقيا شوف اتوقعها، اتوقعها تعال. تعال شجع الجزائر معي. وين وين بتكون المباريات؟ وين؟ شهر اول ف اسمها كوت ديفوار. ساحل العاج، تعرف ساحل العاج؟ ساحل العاج وين؟ اللي يكون تحت جنوب افريقيا تحت. بس كيف الملاعب في ساحل العاج؟ راح ما دام منظمين كاس افريقيا فهمتها مليح. لان في مره شفت ملعب ما ادري موجود هو في السودان ولا وين يزحلقون. وين يزحلقون؟ كلهم يزحلقون. الملعب طين، تخيل يزحلقون. لا 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 ملعب مليح مليح ملعب.
اسمع، تعرف كيف المعلقين؟ احس اوريك المعلقين. شو 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 وشنو في المغرب؟ كاس العالم في كاس كوب دافريك في المغرب. ام كتبوا لي في المغرب؟ اما في المغرب، في المغرب اجي جماعه في كوت ديفوار. لا لا تبون تعرفون يا ربع المعلقين حقين كاس افريقيا اوريك 2025 اللي في المغرب. غبي انت. بنجاح بنجاح على الزاوية. بنجاح معلقين الكاس. خلاص اسمع بيجي. قال والله لك بدي الشهر واحد بس يا انا ما يا ربع شهر واحد بس عندنا احنا كاس اسيا حق المنتخبات. اي كاس اسيا حق المنتخبات. ايش فيك انت؟ شهر واحد. الله يسترنا بستره من اليابان. الله يسترنا بستره من اليابان. يسترنا بستره والله العظيم. كاس العرب، كاس العرب لغوها صح؟ ما في كاس العرب. لا كانت في كاس العرب بعدين لغوها. يا اخي ودي يسوون كاس يجيبون اسيا وافريقيا سوا. يصير ضرب. وش يصير واحد؟ كاس نصف العالم. تبي الصدق؟ والله العظيم. يا اخي ودي تعرف الشيء الوحيد اللي ودي يسوونه عندنا كذا؟ يجيبون لاعبين يلعبون مثلا في المنتخب السعودي مجنسين. كيف مجنسين؟ يعني مثلا كيف اقول لك؟ تحصل ظهير عندنا اسمه داغو سيلفا، تحصل مهاجم عندنا مع احنا ما يا الربع احنا احس ما عندنا مهاجم صاحي مع المنتخب. ما في احنا ناقصنا مهاجم احس بس ولا ناقصنا منتخب كامل. تدري احنا منتخب الشباب عندنا يحققون بطولات قويه بس مثلا الحين المنتخب السعودي المنتخب هذا عرفت اللي فيه النجوم يعني مو قاعد يوصل يسوي شيء. فريق يعني الصراحه يعني حاليا مستوى سيء بس عندنا الشباب واصلين ما شاء الله تبارك الله. انتوا كيف الجزائر الحين؟ نشوف كاس افريقيا ما ادري والله. اتوقع اتوقع كاس افريقيا صراحه للمنتخب اللي اخذ اتوقع المنتخب ساديو ماني شو اسمه؟ السنغال. السنغال السنغال قوي صراحه. مصر قوية بس يعني احس ما مو نفس قبل نسختها يعني. فزنا عليهم قبل اسبوعين مباراة عادية مع السنغال. اخ مباراة السعودية مصر محمد صلاح سجل علينا. اخ نيف نيف خليني من السنغال والسعودية الحكوا الاول. ما في فائدة؟ انا تو قاعد افتح مع سوالف يعني ما يفهم. الحكم الاول. الحكم الاول. كريم تلعب كورة طيب؟ الحكم الاول. لا جد بنفذ احكامك بس تلعب كورة انت. تستقبلني بسيارة جي كلاس في السعودية. جي كلاس؟ بستقبلك بلكزس ما في صدام في سيارتي. وين جد بتجي والله العظيم؟ وين جدة ولا الرياض؟ الرياض. عاد تدري في شخص قابلك مدح قدامي؟ مين؟ والله العظيم صدق سألت عنك والله انه مدحك. مين؟ ويعني اي شخص الشخص هذا لما يمدح شخص اعرف انه كفو يعني. مشهور مشهور. مالك شغل. ليه طيب ليش قلت لي؟ ابي كذا ابي اذبح فضولك كذا ابي اذبح فضولك كذا عرفت؟ شخص قد جلس معك يعني. ناصر. ناصر ناصر. مين ناصح مين؟ ناصر ناصر يعني قال ما شاء الله. انا قلت لا بالله كريم كيف على الواقع غثيث؟ تكفى قل لي غثيث كذا ما ينبلع. قال لا والله كذا هادي وترى مره عسل ومحترم مدري. قلت يلا زين زين. نيف اسمع تجي يوم جولتي تجي يوم جولتي الرسميه معي. انت جولتك صار لها سنه انت متى تجي هذه الجوله هذا؟ اسويها في السعوديه تعال بعد تكون معي في البث. متى اي وقت جولتك؟ بعد 9 ايام يوم 10. 9 ايام احنا معك قالبا وقالبا وابشر بالتكبيس. لا تجي معي لا تجي معي في البث. اجي معك في البث؟ انا لو ينزل لك سكوت ترى انا بصرخ انا اللي بستانس ترى انسى ترى. شكل ابلع والله تجي والله. وين في جدة انت ولا بالرياض بتكون؟ احتاج كنت في البث في الرياض. لا عادي تعال. انا نازل الجنوب في جدة الجنوب انا عند اهلي والله العظيم. عادي خط طيارة يوم واحد تعال جولة بعدين ارجع. جولة للتاريخ. احسك ترى تشوف كريم الجولة هذه دام صار لك سنة قاعد تتكلم عنها احسك بتفوز. سبحان الله متفائل فيك والله العظيم. ان شاء الله لازم تكون حاضر لازم تكون حاضر. جاتك غمزة ولا ما جاتك غمزة؟ جولة غمزات. غمزات خلاص ابشر بالجولة انتهت. ابشر ابشر راح راح يلا باذن الله باذن الله اسمع باذن الله نتلاقى لازم نشوفك والله كريم ان شاء الله بعد يومين نكلمك. يلا يلا في امان الله. الله الله يحفظك صاحبي السلام. اول مره يا الربع السوالف الجفاده يا الربع والله العظيم. خلونا نفرفل بالسيارة. تبون نفرفل يا ربع في شوارع جدة بالسيارة؟
ترى في بث اليوم بالليل بإذن الله الربع، في بث بالليل ترى ما عليكم، بث بث بالليل، بث بث بالنهار، بث بث الصباح. اليوم الربع الوضع راح يكون مولع نار شرار صدقوني، أبشر بالبث. وترى على فكرة بكرة أنا مسافر الديرة، وإن شاء الله السحب والآيفون راح أتكلم اليوم عنه بالليل. خلاص ترى سحب الآيفون الشروط يا الربع كل يوم، مو بس يعني ثلاث آيفونات في يوم واحد، لا عشان يكون فيه يعني مدري إيش، كل يوم راح يكون آيفون، يعني ثلاث أيام آيفونات. والله العظيم صدقوني يا الربع إني ما في واحد ما صور معي يا الربع ما قلت له أدخل المسابقة. والله العظيم أنا تبون أحمسكم يا الربع، أحمسكم يا الربع دقيقة أصبر، موسيقى حرب حماسية. بسم الله الرحمن الرحيم، سحب على آيفونات 15 برو ماكس 128 جيجا كل يوم معانا إن شاء الله على بث مباشر على تطبيق جاكو. واستر يا ستار، الآيفون راح يكون المين ويا ترى؟ مع أننا يا الربع جتنا الرشاوي على الخاص، رشاوي ندفع الفلوس عشان اختارهم لكن ما راح اقول. واو يا رسيل يا ربع، رسيل جتني خاص يا ايش قال الدين، قالت نيف لك من عندي، ماني مراقبتك شهرين قدام، بس عطني الايفون. تخيلوا يا ربع تخيلوا، والاثباتات والمحادثات تثبت بذلك. روح وغود جتني يا ربع ايش قالت، قالت نيف لك من عندي خمسة وسود بس فوزني بالايفون. تخيلوا ايش ذي الرشاوي، أهم شيء في المسابقة المصداقية الربع، وأنا مستحيل مستحيل أعطي آيفونات بدون ما يكون يعني من خاطري. معليش حركات بالخاص، تراني بعطيك أسود، تراني ماني مراقبتك، تراني مرة خق عليك، تراني مين قال رسيل؟ أحد قال رسيل؟ جد 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 قلنا أصيل، الله يسعدك يا محور الكون أنت، ما حد يقصدك والله العظيم. دخلت لي قس داخلي عند مدري مين زهوري مدري رغودي، يا لا 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 لا، قامت تغني وهذولك يعزلها يمدحولها، وصوت استغفر الله العظيم كنا مال عوضي هي تغني فيها لحمية. هنا ما حد قال اسمك، لا تحك حكين. المهم ان شاء الله فالكم الايفونات وحركات، تدخلوا عند ابراهيم وتقولون ابراهيم فوزني ابراهيم مدري ايش، ما يمشي النظام عندي. وارحب يو اي يو اي، تخيل بوزع ايفونات على المتابعين، تدخلون على الداعميني، يدخلون على الداعمين يقولوا لهم تكفى فوزني. تخيل يدخلون عند ابراهيم يقولون وايد تخقق فديتك عشان ابراهيم يتواصل معي ويكلمني عشان هم يفوزهم بالايفون. لكن اقول لكم المسابقه مصداقيه كامله، حتى الوالده الربع قالت راح اسوي حساب وهم يفوزني، قلت ما يمشي الوالده هالنظام عندي، عندك ايفون من عندي خاص. يلا يلا والله العظيم اشوف اشوف امسك اشوف بجوال ابراهيم، وش قلت الادب هذه؟ وش القلوب هذه بالخاص؟ وش الكلام الحلو هذا بالخاص؟ عشان ابراهيم يتوسط لكم وفوزكم؟ طيب انا اوريكم. حلو، ما انتم فايزين انا كلهم صاحيات، اعوذ بالله صاحين. دي اصبروا. مين موجود؟ خلينا نشوف قستات الربع. قستات داخلية الربع. استاذ داخلي يا الربع. دقيقة 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 يا الربع، تعالي يا العنود، تعالي تعالي. اوه العنود ما طلع صوتها. شوفوا المرة الثقيلة، شوفوا شوفوا الثقيلة. انتوا على طول سلكم قست تقبلون ما توفرون، شوفوا ثقيلة ما تقبل قست. بو سعد اسمه دخل بو سعد. دقيقة يا صورة، دقيقة يا اخوان، قبول 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 قبول، خلنا نشوف. يا ار اي ام، هذه اللي صاحي 24 ساعة تتعاطى وتشرب قهوة، ما عمره في حياتي تتمثل. يا رب تبغى تشوفون مين اكثر واحد يشوف بثوثي، مين اكثر واحد يجلس على بث يا الربع وما يطلع. خلنا نشوف مين آخر 60 يوم مين أكثر واحد جالس بثي له من عنده تكريم خاص على فكرة، يعني لأنه سوى إنجاز ما حد يسوي الربع على فكرة. يعني دقيقة اصبروا خلنا نشوف مين أكثر واحد يجلس على بثي، بشوف الله يستر منها. هذا أكثر واحد يجلس بثي، هذا أكثر واحد أنا لازم أخاف منه لأن هذا أكثر واحد قاعد يراقب. وينه
وين المشاهدين؟ ترتيب المشاهدين اتوقع هذا المشاهدين. ابى اشوف حسابه مين اعلى وقت مشاهده اخر 60 يوم. بسم الله الرحمن الرحيم، خلنا نشوف. لا اله بسم الله الرحمن الرحيم، وكلهم ما اعرفهم ولا اتابعهم، كلهم ما اعرفهم. يا الربع المركز الاول متابعتني 93 ساعة و56 دقيقة. بسم الله احس هذا تراقب زي كذا. يلا زلة، قول زلة، قول زلة، زل زل، اغلط بس قول كلمة غلط. يلا انا مصور انا مراقبة. والله العظيم مين 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 يا الربع، حتى ما حد يتابعها وحتى صورة حلاوة يا الربع. والثاني اسمها ميم، خلنا نشوف سجا ما ادري شجا ار اي ام المركز الثامن. احنا توقعنا ار اي ام كثر ما تراقب تاخذ المركز الاول، لكن الربع دحضروه المركز الثامن. لا واو انا لازم اخاف من هذول الحسابات. شوفوا دقيقه، بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من بينهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ارحل عني ابتعد، ايش تبي مني؟ ايش تبي مني؟ لا اله ايش تبي مني؟ لا ابعد عني ابعد. وجعلنا من بينهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. لا اله الا الله محمد رسول الله، ابعد ابعد عني. لا واو 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 واو، بسم الله الرحمن الرحيم، الله يستر. انا لازم يا ربع اراجع نفسي. يا الربع جتني دوخة فقر الدم، الله لا يوفقها. جتني ارحب ياكي. طب مين تبي تشوفون مين اقوى؟ دقيقة، اخر 60 يوم مين اكثر ناس دعمتني؟ مين تتوقعون؟ اخر 60 يا الربع، اخر 60 يوم مين اكثر ناس دعمتني؟ يلا توقعوا مين؟ توقعوا مين يا الربع؟ اخر 60 يوم توقعوا. لا المركز الاول، المركز الأول آخر 60 يوم، المركز الأول ذهب، الذهب الذي لا يصدى، الذهب هذا المركز الأول عند الربع الدعم الأول. المركز الثاني توقع مين؟ المركز الثاني جهاد. المركز الثالث إيبي بمرتبة الشرف. المركز الرابع المركز الرابع. المركز الخامس إبراهيم. المركز السادس ظهوري. المركز السابع اس اي اي. المركز الثامن ذا ان. المركز التاسع بناصر ار ام ذهب طبعا. المركز العاشر اف 511. المركز ال 11 الفهد طبعا. المركز 12 وريد العنزي. المركز 13 اولد. المركز ال 14 مروه. مروه مروه يا ربع تدعم بالقطاره. مروه مروة يا ربع كل جولة تدعم 10,000 20,000. أمدك توصلين مركز 14؟ ما شاء الله تبارك الله. صدمت. المركز 15 العنود. المركز 16 أنا وبس. المركز 17 اتش اس. المركز 18 علي. المركز 19 محمد المونس. المركز 20 صدام. أرحب والله. المركز الأول أنا عندي ذهب يا ربع، إيش فيكم؟ المركز الثاني جهاد. أتوقع جهاد يا ربع؟ والله العظيم أن المركز السابع السادس. طلع دعمني الربع والله العظيم، دعمني كثير الربع والله العظيم. استاذ ساهر اي بي الثالث، دام اي بي موجود الربع عندنا بخير. انا عندي تبون الصدق يا عيال، في واحد ناقص، في واحد الربع ناقص كنت اشوفه دائما والله العظيم. احد يذكر العنابي الربع؟ الله ارحب شاب، ارحب العنابي، ارحب. الله لا يوجد ذكريات يا الربع. اول دفه بالتيك توك يا الربع، رفصني رفص دفني 15. الله يا الربع. طيب خلنا نشوف انا كذا الربع، ما اقدر الربع، ابغى اشوف مقطع قديم كذا الربع. دقيقه اصبروا، ما اقدر. كل الناس تذكره اتش ام دي، اصبروا مو موجود دي اصبروا.
دقيقة أتعب. أبغى أشوف، يا رب إن حصل جولة. أي والله هذا هو يا قدمي. إذا ما طالع عدل الجولة يطلع ويروح ويرجع، يطلع ويرجع. فون خلاص، هذه آخر جولة بلعبها معك. الله لا ما عندك أخ، أنا أخوك، ما عندك حدا يوقف. الله يا ربي، والله العظيم هواجيس فلاش باك يا ربع. تبون المكان هذا يذكرني دائما بشيء كثير، هذه البدايات تدرون تدرون بالصدق، بداياتي في البثوث بالتيك توك، البدايات يوم ضربت صدق، يوم الناس عرفتني في هذه الاماكن. جدة هنا يوم كنت ابث في الاماكن، والله العظيم يوم كنت اسولف بالساعه ساعتين الربع ولا ادخل قست، ما ادخل قست اسولف ما اوقف ما اوقف. اصبر خلينا نشوف، خلينا ندخل قستات داخلية نسالف معكم شوي، ايش رايكم؟ كي موجودة يا لطيف. انا يا ربع انا يضحكني صوت كي يا ربع، تصرف كنا يا ربع مدخل راسه في موية، انا طبق 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 فيها حش. تخيل يا ربع ضحك، والله العظيم اكبر انسانة خوافة، لا دخلت عندها قس فك رجلها يا ربع والله العظيم. بس تبون الصدق عيال، بقول لكم هالموقف حصل وانا مسافر ان شاء الله على جدة. تخيل الربع، تعرفون الباص حق يا ربع، الله يلعن دوخة فقر الدم هذه يا ربع والله العظيم. ما انا يا ربع لازم اروح بيت الوالدة، الوالدة الله يطول عمرها يا ربع، عندها ربع نص كيلو زبيب والله العظيم. تخيلنا العرفية فقر دم، نص كيلو زبيب الربع، نحن نتعشى زبيب الربع عشان هذا والله العظيم. كل شوي جينا الدوخة شمندر، لا تكفون طعم الشمندر تكفون، كنا قاعد اكل كرتون مويه صفى والله العظيم. طعم الشمندر يا ربع تحسون نفس الافوكادو كذا، ما له طعم والله العظيم. الافوكادو شلون جد الافوكادو تحس ما له طعم، ما ادري شلون تاكلونه. رمان جتني دوخه الله يوفق العدو. الحين وانا اسوق تدرون كيف جتني دوخه يا ربع والله العظيم وانا اسوق. لا مو بدوخه، تخيل يا ربع تعرفون الحلويات الحامضة ذيك اللي ناكلها نظراتك. المهم تعرفون ذيك الحلويات الحامضة الربع، عرفتوها ذيك الحلاوة الحامضة يا عيال اللي تجيكم على شكل دودة. تخيل يا ربع ذاك اليوم أنا مسافر وجيت باكلها وبدون ما مضخها بلعتها، نشبت في حلقي. تخيل وأنا قاعد أسوق الربع، تخيل بغيت أصدم والله العظيم. أول ما وقفت صرت موي ربع زين أنها لهطت، يعني زين أنها جت تحت، زين انها مبلعت والله. الحين يا الربع اوريكم حسابي الاحتياطي، تفضحوني ليش؟ ليش تفضحوني يا الربع؟ حسابي متمرد، ليش تفضحوني يا عيال؟ كم اضافه زدت؟ وينه؟ ليش يا عيال؟ ها شوفوا شوفوا دقيقه اصبروا. ليش تفضحون بحسابي؟ ليش؟ ما تسترون انتم؟ وين حسابي؟ من اللي فضحني؟ ها؟ 4000 اضافه ليش؟ ليش فضحتوني يا الربع؟ من اللي فضحني؟ بعرف الحين حرام عليكم، هذا الحساب كنت اراقب فيه، ما حد كان يدري عني، لا كرهت احد ادعم ضده يا الربع بحساب متمرده. ليش فضحتوني يا عيال؟ من اللي فضحني؟ عليا عليا صح؟ عليا. طيب ان شاء الله لو سوينا سحب على الايفونات اطلع اسمك انا اوريك اكشعك على طول ان شاء الله. ما يجيك الكرتون حق الايفون اصبري. شوف صورة العرض، شوف صورة العرض. ما حصلت صورة يا عيال، شو اسوي؟ ما حصلت، ما حصلت يا عيال. ارحب يا الباتشينو، ارحب والله العظيم. الباتشينو بالله ايش رايك براشد؟ والله دياسبرو هذا الفلبيني، دياسبرو هذا الفلبيني صح؟ دياسبرو الفلبيني ربع، دقيقة خلنا ندخل معه. عرفتوا الفلبيني ربع؟ وين وين وين؟ دقيقة اللي ما حط سبايكي بالجولة. والله عيال أقول لكم شيء، البطولة هذه
البطولة حقت باتل ارينا يا الربع اللي صار الحين، مع احترام الشديد، مع احترام الشديد الربع البطولة الباتل ارينا هذا الموسم الثالث ما اشوفها قوية صدق. اذا مو الموسم الثاني وإذا لا تسمونها بطولة، اذا مو بطولة باتل ارينا الموسم الثاني ولا تسمونها بطولة، وش الجولات السكورات هذه؟ مليون مليونين مليون. اذا ما في سمنيف بالبطولة وتشوفون السكورات تتسكر 30 مليون ولا لا تسمونها بطولة؟ والله العظيم اتخيل البطولة اطيح انا وجيني، تخيل البطولة الجولة تكون بيني انا وجيني. تابع واستمتع والله العظيم. عاد انا تمنيت ربع البطولة هذه انكم مشارك فيها، مع انه الخطوط كانت البطولة هذه صراحة كانت سهلة، الخطوط كانت الباتل ارين الموسم الثاني كانت قوية، بس هذه البطولة سهلة والله العظيم. انا اقول احمدوا ربهم ان انا ما كنت في هذه البطولة، احمدوا ربهم والله العظيم. ولا كان الخط صعب الواحد يتعدى، صعب صعب تتجاوز خط، صعب 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 والله العظيم ابراهيم صعب. تخطيت الجولات ولا باقي ما تخطيت في الربع؟ والله ما احترامي لكل المشاركين الربع، ما احترامي، بس الصدق بطولة الباتل ارين الموسم الثالث ما في اسهل منها. انا لو جدت تشارك بالبطولة ربع كنت وصل النهاية، كن معكم صادق والله. يا رب انا اعذروني الطغيان وصل 1000 وانا صادق. انا يا ربع صاروا جتني علوم اخبار اول ما سووا البطوله بتارينا ايش قاعدين يقولون؟ تكفون يضحكون انا مش عارف يفون والله العظيم. والله البطوله سهله يا ربع، وانا اقولها واقولها قدامكم، لو جدت مشاركه في البطوله يمكن توصل النهايه، اذا ما هي البطوله الاولى ولا الثانيه ولا لا تسمونها بطوله والله العظيم. انا اتمنى يا ربع ان يكون المتأهلين في البطولات تتقابلون بس. اوهو هو 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 هو. مع انه اعلى سكورات البطولة ربع جيني وانا، هذا اعلى سكورات اتوقع، اتوقع اذا ما خاب ظني جيني المركز الاول وانا المركز الثاني، وانا الربع ابيها، انا ابيها يا الربع. بفهد بفهد اللي دخل يا عيال، بفهد وينك يا اخي؟ وين رحت يا بفهد؟ وين اختفيت يا ولد؟ لا حول، منور والله منور يا ابو فهد، منور منور يا ابو فهد منور والله العظيم منور. دقيقه اصبروا، مين تبغى ندخل؟ مع مين تبغى ندخل؟ متى تبون عيال؟ ولا خلونا نفرفر فيكم بالشارع بعدين نكملها بث بالليل، ايش رايكم؟ والله العظيم. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، خلونا نفرفر بالشارع. ودي اسولف معاكم يا ربع والله، صار لي موقف ودي اسولف لكم فيه، بس الصدق ما عاد خلق اسولف معاكم، خلوها بالليل، انا حلقي انبحط من كثر ما قاعد ابربر، فخلونا نفرفر. دقيقه اصبر، بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب في احد يعرفني، يا رب في احد يعرفني، يا رب في احد يعرفني الربع، عشان اوريكم ان انا مشهور، عشان اوري الواد ان انا مشهور. الواد ما مقتنع ان انا مشهور، تقول انت مشهور بس في البيت ما حد درى عنك. للحين ما اقتنعت الوالده. دقيقه اصبروا، خليني اشغل لكم شيء. الحين ما اذن، ترى الدنيا غربت بس ما اذن. بيجون ذولاك الفئه اللي لو تفتح بث الساعه 10 الصباح قالوا اذان اذان اذان، ترى ما اذن على فكره يعني. والله العظيم لو افتح بث الساعة 1 بالليل قالوا لي اذان اذان، طفي الاغاني، طفي الاغاني، اذن والله العظيم. خلنا نشوف ايش اشغل لكم، دقيقة بسمعكم جوي اللي ليش لما احنا نعطي الثقة حق الناس ما يعطونا الثقة؟ ليش لما نحب هذولاك الربع بدون سبب يحطون اسود وابيض عرفتوهم بسناب عشان الناس تاخذ مقاطعهم تنتشر عرفتوهم؟ سنابات ولد عمي يا الربع 2005. اخ دقيقه اصبروا، ما راح يجينا تحذير، ما عليكم يا ولد احنا من رسقون
دقيقة اصبر حبيبي اصبر حبيبي اصبر اصبر والله العظيم ميبسة حاطة يدها على الدركسون ميبسة الربع كذا يدها على الدركسون خلاص اصبر يا اختي ترى عندي داش كام ترى عندي داش كام تقول داش كام هذا اللي بيحميها من الحوادث والله العظيم تصدم فيك تدخل فيك تدخل الصدام حق الشنجار في مخك وتقول لك انا اشبك 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 والله العظيم والله العظيم ربعنا الحين صار له الموقف الحين قدامي بينه ربع بينه وبينها مسافة 10 كيلو قامت تسوي لي زكي بالسيارة اللي يعني ما تشوف ها سياراتها ام جي مو بشنجر بعد والله العظيم اقلب ما ودي اقلب صراحة تقهر تسوي لي ذي الحركات ربع بالسيارة عرفت اللي تنرفز استفزه تحسب نفسها الحين انها مشاكسه ومره فارضه شخصيتها وهي ما عندها سالفه حدها صرصر بس ترمي عليه عرفتوا ممكن تلف بالدركسون تدخل في الطازج اللي قدامي والله اقلب ما تبون وجهي اوكي يلا قلبنا ها ما ادري ايش عاجبكم ما في شيء ما في مناظر تشوفون ايش والله في مره يا ربع قد خشفت في واحد قاعد يمشي بالشارع دخلت الصدام يا ربع في حلقه زمان يا ربع يمكن قبل 5 سنوات صدمت يا ربع تشقلب فوق الكبوت ولا صار له شيء تقال يا ربع تشقلب ولا صار له شيء والله العظيم اخ اقلب اقلب وجهك انت مين اللي يقول اقلب اقلب وجهك انت انت اقلب وجهك اقلب وجهك انت والله العظيم في احترام في حدود هنا بالكومنتات مو اقلب 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 وجهكم انتم كل ما فتح بث اقلب 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 وجهكم انتم يلا حط خلفيه دي اصبر ألفين وخمسة جروب ميكس هوبي تيتشي مطلوخ اصبر دي يا ربع ما راح يجينا ما عليك من الأمور طيبة خلني أحط الكاميرا زي كذا عرفتوا والله العظيم ايش رأيكم بالقصة الجديدة يا عيال اعتمدها ولا لا شوف الله لا يوفق العدو واو اليوم تجي جدة هالزردية يا ربع اليوم جدا الربع بتجيها هزة أرضية الربع بتصير فيها انفجار اليوم في انفجار الربع راح يصير أنا سبحان الله حظي مع ذا الحبوب ما تطلع هنا ما تطلع هنا اللهم لك الحمد تطلع في جبهتي وأقدر أخفيها الربع بشعري كذا سوي أوه جت لي دوخة أوه. أنا لازم أسكر بثي الربع والله العظيم جتني دوخة ما أدري من إيش بس يعني لازم أسكر ان شاء الله الربع وعدنا بالليل تمام بلل بلل الوعد بلل تمام وش رايكم انت قول منا والله شكله منكم بعد انتم تجيبون الدوخه يلا نستودعكم الله يا رجال نشوفكم ان شاء الله في البث الجاي وعدنا بالليل ان شاء الله بعد الساعه 12 او الساعه 12 حكم بتوقيت السعوديه على اذاعه FM هواء كرنج خليجي يلا بوووو.